الهدف من هذا اللقاء بطبيعة الحال هو الخروج بميثاق وقعت عليه جميع الديانات والعلمانية، والذي من شأنه أن يشجع على الحوار والتقارب بين مختلف الديانات والفلسفات يعني في هذا البلد، وتشجيع بطبيعة الحال العيش المشترك والعمل سويا على بناء مجتمع سلم ومجتمع متسامح ومجتمع متعدد الديانات، وأن يجد فيه كل واحد مكانه اللائق به في إطار احترام طبيعة الحال القيم المشتركة اللي هي قيم الحرية والعدالة وحرية التدين وحرية التعبد وحرية الفكر وحرية اعتناق أي فلسفة وأي توجه يعني يريد الإنسان. En toch ook die onpartijdigheid van de staat ten aanzien van...